بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذا أحد العينات التي درستها في السابق، أحد النباتات التي درستها في مختبري تم تشريحها. طبعا هذا النبات يعيش في فصل الشتاء ويكثر بنسبة كبيرة جدا في فصل الشتاء، ويحتاج إلى مياه بنسب كبيرة، وأيضا ينتج زهور صغيرة لونها أصفر، وهذا نوع من أنواع النباتات الزهرية مثل ما تلاحظون. طبعا محتفظ فيه في هذه القارورة تقريبا قبل سنة كاملة. طبعا كان يعيش في مدينة الأحساء بنسب كبيرة، طبعا يعيش في مستوى تقريبا حرارة ما يساوي تقريبا 5 أو 12 درجة الحرارة. ممكن يعيش وينمو هذا النبات في درجة حرارة مماثلة، وأيضا ممكن يعني تكاثر هذا النبات بنسبة كبيرة جدا، لكنه يموت في فصل الشتاء، عفوا الصيف، بسبب الحرارة المرتفعة قد تصل إلى مثلا مستوى 40 درجة الحرارة أو 47. طبعا هذا خطر على أنسجة النباتات بسبب وجود الأشعاع المكثف من قبل الشمس، ممكن تخترق الأنسجة النباتية، ممكن تسبب تلف أو نشفان في أنسجة النباتات بسبب عدم وجود المياه. أيضا أنصح الباحثين بدراسة الأمراض المتواجدة في النباتات، وأيضا درست الأمراض المتواجدة في هذا النبات. اكتشفت أنواع من الفطريات والبكتيريا والطفيليات والديدان والفيروسات أيضا. وأنا أنصح يعني إن تكونون يعني حذرين جدا في التعامل مع النباتات، كونها يمكن تكون فيها طفيليات خطيرة جدا، وتحتاجون يعني سبل الأمان الكاملة في المختبر أثناء دراسة هذه النباتات. أيضا هذا النبات ممكن يكون يعني من النباتات الصحراوية، مع تحمل نسبة بسيطة جدا من البرودة، وينمو في فصل الشتاء مع مجموعة كبيرة جدا من النباتات الزهرية. وأيضا ممكن ينتشر يعني بمناطق كثيرة جدا على حسب رطوبة المكان. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.